والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. صباح الهنا والسعادة والسرور على أحلى مشاهدين في الدنيا، وبشكر المشاهدين الجداد اللي اشتركوا عندي، بشكرهم جدا جدا، وبشكرهم على الكومنتات الجميلة اللي بيحفزوني بيها، وربنا يديمكم نعمة في حياتي يا رب. النهاردة هنتكلموا على منتجات هندية، منتجات أصلية، وانا هقولك الفرق بين لان في تقليد من المنتجات دي، فانا هقولك على الفرق بين المنتجات الهندية الأصلية والمنتجات اللي هي بتبقى ايه الكوبي بتاعها. فطبعا المنتجات الهندية جميلة جدا جدا، مفيدة للشعر، سواء شامبو او دهان او حمام زيت، بيبقى حلو قوي قوي للشعر. انا معايا 4 منتجات هندية أصلية، فانا هتكلم على منتج منتج، كل منتج طبعا على حدة، كل منتج ليه عوامل فعالة جدا جدا في الشعر. فيلا بينا نبدأ ايه بالشامبو. الشامبو دوت اسمه كيش كينج، اهو باين قوي. طبعا المنتج دوت هندي اصلي، اهو مفهوش ولا كلمة بالعربي، اهو يا رب يكون واضح. الشامبو دوت هتكلم الاول على الـ يعني الـ 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 على العوامل اللي بيفيدها للشعر، يعني ده مفيد قوي قوي للشعر. بيمنع التساقط، بيمنع الهيشان، بيلمع الشعر، بيمنع التساقط جدا جدا، يعني مش يعني من اول مرة انت هتلاحظي الفرق في المنتج الجميل ده اللي هو كيش كينج. بيخلي الشعراية يعني مش هايشة، الشعراية بتلمع وفيها بريق وفيها حيوية. لو الشعر مصبوغ او تالف من اي مواد كيماوية، ده قادر الشامبو ده اللي هو يعالجها، ويعني بيصلح الشعراية من الجذور. نقول بقى يعني ازاي اللي انت هتستعمليه. هتجيبي معلقة شاي صغيرة، معلقة شاي صغيرة على ربع كوباية مية. يعني ركزي، لان هو دوت يعني انا جايباه من جروب، والجروب ده انا واثقه فيه، ويعني منتجاته كلها حلوه جدا جدا. يبقى هنجيب كوبايه، معلقه شاي صغيره على ربع كوبايه ميه، وتدوبيه كويس جدا، تقلبيه وتدلكي بيه فروه راسك، وهيترك على الشعر من 5 ل10 دقايق. يعني هندلك فروه راسنا بشعرنا كله، وهتسيبيه على شعرك من 5 ل10 دقايق. حلو الكلام. بعد كده هو هتيجي غسلاه، شطفاه، تشطفيه شطف كويس جدا، وهتيجي طبعا حاطه عليه الفوطه المنشفه بتاعتك وهتسيبيه. يعني لازم الشعر عشان طبعا نحافظ على شعرنا ما نسرحوش وهو مبلول، يعني دوت عامل اساسي لتساقط الشعر، اللي وانت شعرك مبلول بتسرحيه. فانا مش هسرحه، هسيبه لما يجف خالص من الميه، وبعد كده هبدا اسرحه. هلاحظ الفرق من اول غسله. طبعا الشامبو دوت لا غنى عنه، جميل قوي قوي، وانا اتمنى ان انت تجربيه، وبجد هتدعي لي. يعني انا مش بجيب اي منتج واللي انا بنزله كده هوت، لا لازم بكون مجرباه. يعني انا جربته لغايه بنتي مجرباه، يعني هو كده قرب يخلص، في اقل من نصه بس، جميل جدا جدا بجد. يعني هتجيبيه، مش هتستغني عنه ابدا. برضو في حاجة تانية كده، احنا خلاص خلصنا الشامبو وعرفنا ايه الفوائد بتاعته وطريقة الاستعمال. دوت دهان للشعر اسمه كوماريكا. الدهان ده حلو قوي قوي، طبعا اهو باين، شايفين الاعشاب، في عشب كده دوت في قلب الزيت، اهو الزيت خفيف على الشعر مش تقيل، اهو بالشكل ده. الكلام كله انجليزي وهندي، يا رب كده يكون واضح. بجد عن تجربة، يعني ازازة الزيت اهي يعني قربت تخلص من اول دهنة، وعمل معانا مفعول بجد. كوماريكا دوت دهان للشعر، بيدهن كل يوم او كل يومين على حسب ما انت عايزة، بالاعشاب. الدهان دوت مكون من زيت جوز الهند البكر،
والحنة، نبات الحنة، اللهم صل على النبي، والعسل. بس طبعا العشب اللي هو فيه دوت اهو واضح كده، في اعشاب جوه اهي، الاعشاب ديت يعني بتصلح الشعر. طبعا مميزاته اللي هو خفيف جدا جدا على الشعر بالاعشاب. بالنسبة دوت دهان للشعر. اما بالنسبة بقى مميزاته بيعمل ايه للشعر، طبعا بينبت الشعر، بيمنع تساقطه نهائيا من اول دهنة. اللهم صل على النبي، بيخلي الشعراية بتلمع، بيخلي شعرك طري جدا جدا اكنك عاملاه استشوار او عاملاه مكوة. بيفرد الكسر، يعني لو في شعر مجعد بيفرد التجعيد. طبعا ما بيبقاش فيها يشان خالص، يعني بتحسي بالفرق من اول دهان للزيت. بجد ومميزاته حلوة قوي قوي، يعني جربيه لو انت شعرك تالف او شعرك وبعدين بينبت الشعر. لو عندك الشعراية يعني شعرك مش بيطول، لا بيطوله بطريقة ما حصلتش بجد، يعني عن تجربة. طبعا هو غالي، كل جروب بيبيعه بسعر غير التاني. وطبعا المنتجات دي غليت دلوقتي بحيث ان مفيش تصدير فهي غليت، فانا مش هقول على السعر بس هو غالي. انا جايباه بحوالي 200 جنيه دلوقتي، عدى 300 جنيه. بس بجد ما تستخسريش، لان الشعر دوت تاج، فلازم نحافظ على شعرنا. بجد عن تجربة والله، جربيه، مش يعني هتدعي لي بجد. لو انت شعرك فيه اي حاجة صبغة، عاملاه كرياتين، عاملاه اي حاجة وشعرك تالف، الزيت دوت قادر اللي هو يصلحه. الزيت مع الشامبو، المنتجات الهندية بجد ما يعلاش عليها، حلوة جدا جدا. نتكلم بقى بعد كده على حمام الزيت، الاتنين دول. بس معلش، المنتج دوت اللي اسمه سيسا، سيسا دوت لتطويل الشعر ومنع تساقطه وتقصيف الشعر، يعني بيصلح. بس الاستيكر اللي هنا اتشال، فانا هقول لك على المنتج ده لان فيه الكوبي بتاعه، هتلاقيه منتشر جدا جدا، وفي ناس كتير ما بتعرفش الاصل من الكوبي. ده هندي اصلي، بس الاستيكر اتشال طبعا مع دهان الزيت وكده فاتشال. بس انا حبيت اقول لك على المنتج الاصلي، تعرفيه ازاي. الغطاء بتاعه بيبقى مبطط بالشكل ده، يعني هو مدور بس التدويره مبططه. اما الكوبي بتاعه مدور كده ومكور لفوق، ودين بيتشي التانية لونها احمر. دي حاجة افتحه بقى من جوه كده اهو، يعني في الورقة اللي هي الفضي بتاعته. الكوبي مش هتلاقي فيه الاستيكر الفضي ده، انا هحاول اطلع لكم الورقة الاستيكر، هحاول اطلعه من جوه الازازة. او بصي انا طلعتها، دي سيسا الاصلي، هتلاقيها بالاستيكر بتاعها الفضي دوت. الكلام طبعا هندي وانجليزي. اما المصري اللي هو مش مصري، الله اعلم المنتج، المهم الكوبي بتاعه مش هتلاقي مغلف كده دوت. اول ما هتفتحي دي هتلاقيه مغلف، فدوت يعني كده دوت الهندي الاصلي. ده حلو جدا جدا. طبعا ده حمام زيت، حمام الزيت طبعا كلنا عارفين بيتعمل ازاي. مجرد ان انت هتاخدي معلقه او معلقتين حسب كثافه شعرك، وهتيجي حطاهم تدفيه كده اهوت على النار بالمعلقه، وهتيجي مدلكه بيه فروه راسك وتدلكي الشعرايه لغايه الاطراف. ده مره في الاسبوع. حلو الكلام. ده هيمنع تساقط الشعر وهينبت الشعر، ولو شعرك مصبوغ هيصلحه، ولو عامله كرياتين او يعني شعرك تالف من المواد الكيماويه، هتبصي تلاقي الزيت دوت اللي هو الحمام الزيت سيسا، هتبصي تلاقيه يعني يظبط لك شعرك في منتهى الجمال بجد. انا كده قلت لك عن زيت سيسا وعرفتك الاصلي من الكوبي، فانت تخلي بالك. طبعا هو المنتج الاصلي هو اللي هيعمل مفعول في شعرك. ده برضو حمام زيت اسمه بايوتيك، الاتنين مع بعض، يعني ده تستعمليه مرة اسبوع وده الاسبوع اللي بعده مرة، يعني بيبقى تبادل، ده مرة وده مرة، الاتنين بجد هايلين، بيعملوا مفعول.
هتبدلي يعني ده اسبوع مرة واحدة فقط وده اسبوع مرة واحدة فقط. طبعا حمام الزيت، هتجيبي الزيت هتدفيه على النار وهتدلكي فروة الراس، ولازم الشعر حتى الاطراف، يعني حمام الزيت مش في الفروة بس، لا لازم الشعراية تدهن كويس قوي بالذات الاطراف. الاتنين مع بعض هيعملوا يعني هيعملوا تجديد لشعرك. والانبات الشعر حلو جدا جدا. في ناس بيبقى عندها مثلا صلع او حته معينه في شعرهم نمو الشعر فيها بطيء، الاتنين مع بعض بالتبادل ده اسبوع وده اسبوع هيعمل نتيجه في منتهى الجمال بجد عن تجربه. هتدعي لي. طبعا حمام زيت بيودك دوت زي برضو ما فهمتكم نفس الخصائص اللي بيعملها زيت سيزا، بيعملها بيوتك اللي هو بيمنع التقصف والشعر المجهد، الشعر المصبوغ، الشعر التالف، طبعا الصبغة بتتلف الشعراية جدا جدا. فالاتنين دول قادرين ان هم يصلحوا الشعراية، برضو بيمنع الهيشين الاتنين. يعني انا هتكلم عن واحد والتاني نفس الاسبوع، يعني الاسبوع اللي بعده هتعمليه بنفس الطريقة. الزيت هيتدفى وهيتدلك كويس قوي. طبعا هتجيبي فوطة هتلفيها على شعرك او كيس او ورق فوين، المهم لازم الشعر يتدفى ويتحط مش اقل من 3 4 ساعات كل الشعر. واهم حاجة التدليك في فروة الراس، انت كده بتنشطي الدورة الدموية، بتخلي الزيت بيتغلغل في البصيلة بتاعت الشعراية من جوه، فكده هتديكي نتيجة حلوة جدا جدا. وطبعا الفوطة مبلولة او ورق الفوين او الكيس، يعني المهم تدفي شعرك بعد 3 4 ساعات، ممكن 5 ساعات ما فيهاش اي مشكلة. تيجي غسلة شعرك برضو حلوة قوي بالشامبو اللي هو كشكين جديد، برضو حلو جدا جدا، مفعوله حلو. يعني المنتجات الهندية حلوة. طبعا الهنود باختلاف عن الطقس، هما الطقس بتاعهم احسن من عندنا بكتير، بس منتجاتهم بجد جميلة لأن كلها بالأعشاب الطبيعية، بالأعشاب الطبيعية وبالزيوت الطبيعية. كده قدمت لكم 4 منتجات هندية أصلية وعرفتكم الأصلي من الكوبي. طبعا أنا مش ما جبتهوش الكوبي، وبعدين الزيت في، يعني بصي سوى الزيت ده بأحجامه، في أحجام صغيرة وفي أحجام كبيرة، وحمام الزيت برضو في احجام كبيره واحجام صغيره، والشامبو نفس الحكايه، وكل حد بيبيعه على حسب ما هو عايز. بس دول عشان عندي انا جايباهم من فتره وما كنتش استعملتهم، ما اعرفش بصراحه السعر دلوقتي بتاعهم وصل لايه. يا رب المنتجات دي تكون عجبتكم واستفدتوا منها، بجد بتفرق جامد جامد في الشعر. يعني لو جبتيها بجد هتدعيلي، ويا ريت تخلي بالك من الـ يعني من الـ الاصلي كويس قوي، مش هتلاقي فيه ولا كلمة بالعربي، كله انجليزي وهندي. طبعا بتبقى الازازة واضحة، وحمام زيت اللي هو السيزا دوت زي ما فهمتك لازم تفتحيها وتشوفي ان الغلاف دوت كده هو بالشكل ده، فتحتيها ولقيتيها لا هتعرفي ان دي مصري. والهندي هتلاقي جين بيتي، التانية بتبقى لونها حمراء. الله أعلم مصري أو أي منتج تاني أي بلد تانية، الله أعلم. أنا بصراحة ما جبتوش، أنا جبت الهندي دوا بس، وعرفت الفرق يعني بينه وبين اللي هو المنتج المضروب. يا رب المنتجات دي تكونوا استفدتوا منها. ما تنسينيش بقى في اللايك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. أنا أي منتج بجيبه بحب اجربه الاول مره واتنين، وقلت الناس كتير قوي جابته بجد شكرت فيه، فقلت لا لازم انزله عندي على القناه. يا رب المنتجات دي تكون استفدتوا منها. ما تنسينيش بقى لايك حلو عشان يوصلك كل جديد باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع الف مليون سلام.